النشاط صباح هذا اليوم لا زالت مستمرة، والشوط السادس عشر الذي تعلن فيه الانطلاقة في هذه الانطلاقات، وشوط الجعدان الصعوب الذي ينطلق في هذا الاندفاع. نسير مع المراكز الأولى الخاص بالجعدان، البارع يسيطر على مقدمة الشوط، محمد بن عتيج بن عبد الله العميمي يقود المشاركين، يلي في المركز الثاني خوف، في المركز الثاني أحمد بن سعيد بن منان الاكتبي على المركز الثاني، والمركز الثالث الشباب يدير بالك، هذا الاسم أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان مقدم الشبابي. يا سلام الله، يا سلام الكايد سالم بن عامر بن عمهي المنصوري كذلك يتدخل في هذا الشوط، وياتي شاهين منصور بن نافع بن مبارك الشدي المنصوري. ولكن خلاص نعود مع المراكز الأولى مع شوط الجعدان الصعوب السادس عشر في الترتيب العام لأشواط صباح هذا اليوم. نسير مع المركز الأول، هذا البارع مسيطر محمد بن عتيج بن عبد الله العميمي، ولكن يتحرك الشبابي أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان على المركز الأول، على الانطلاق الأول، على الاندفاع الأول. يا سلام يا سلام الكايد سالم بن عامر بن عمهي المنصوري، ولكن الشبابي على المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط، أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان يا سلام مسيطر يستحق الاسم لأنه سيطر، اسم الشبابي. يا سلام أشكرك أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان مع الشبابي اللي في المركز الأول، مع الشبابي اللي ينطلق بالمركز الأول. وغني يا جمهور حيوه الشبابي، وخل تصفيجك رعود قاصفة. الله يا الشبابي مسيطر على مقدمة الشوط على المركز الأول. يا سلام أحمد بن مبارك بن سعيد بن مرخان، تهانينا له على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني الكايد لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، والمركز الثالث اللي في البارع لمحمد بن عتيد بن عبد الله العميمي. بنشوف التوقيت 2:24 ثانية. تهانينا والناموس على هذا